سلام الله عليكم متابعين قناة مصر الآن. قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة اطلع بره 6 تغيرات مرتقبة، وإليكم تفاصيل الخبر. قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي إجراء عدة تغيرات على تشكيل الفريق في مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان غدا الجمعة ببرج العرب في إياب دور ال 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وينوي محمد صلاح الدفع بتشكيل مختلف من خلال الدفع بعدد من لعيبة الدكة لم يشاركوا في التشكيل الأساسي خلال الفترة الماضية. واستقر محمد يوسف على الدفع بكل من محمد الشناوي وأحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمود وحيد وعمرو السلية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأجاي وصلاح محسن. وكان الأهلي قد فاز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في مباراة الذهاب ببرج العرب الأحد قبل الماضي. وبذلك ينوي يوسف إجراء 6 تغييرات في تشكيل الأهلي خلال لقاء الغد، وهم أحمد فتحي وأفشة وأجاي وصلاح محسن ومتولي ومحمود وحيد. وبنهاية الفيديو بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي، ولو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية.